طمني وطاني مثل دعم ومطلعت يعني. اجاك زارك بالوزاره لو انت؟ لا لا من رحت يمه. ايش قال لك شنو؟ والله يدعمك غير انت مثلا يعني شو يقول يعني؟ شو يقول لك؟ يا خاصه انتم مسؤولين يعني تكونون قدوه للاخرين. واحنا اللي يجتهد ويخطا ما نحاسبه. اللي يخطا متعمد لا والله نحاسبه ضعف. يعني اذا الشخص العادي او الموظف حسب التدرج الوظيفي الذي يبيه. بقيت طبعا الامور الخاصه يعني مال البلد والامور العاديه يعني الامور. ف وعاد اجتماعات مجلس الوزراء يعني اجتماعات متتاليه كانت بين فتره وفتره وخاصه فتره الحرب. كان قاسي مع الوزراء يقولون عليه كان يعني شخصيه كل من نظرته قاسي كل من وشنو؟ نظرته انه قاسي لو كل من وجهه نظره وجهه نظر هذا كلام ما يمكن تسويه على واحد دونه. انت وجهه نظرك شنو شو تقول؟ انا من تعاملت معه ما كان عندي ما كان هيك تحسب انه يمكن يقسي علي لانه بالمناقشات مفتوحه لك المناقشه تبدي رايك بس القرار له. طبعا يجمع معلومات مني ومن الاخرين. بس ما في يوم يعني حتى اذا اكو توجيه يوجه يعني فلان كذا.